السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الابرار ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس اللي معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزاد قناه اللي غادي نتكلموا على الاعلامي ساملي وين شكر رياض محرز وين محرز قدم درس في الاحترافيه يعني لعاب محترف بمعنى الكلمه رغم ان تعرض للتهميش تعرض للحقره تعرض للظلم كبير في مانشستر سيتي من السنه الماضيه حتى السنة وين كان متعرض لظلم كبير لكن رياض محرز احترم احترم العقد تاعو واحترم الالوان النادي احترم يخدم في لي يا خويا انا يا غادي نهار اللي غادي نهار اللي تسيبني غادي نهار اللي تحوس عليا غادي تسيبني هذه هي غادي شوف الناس كيفاش شو راهم يهضروا عليه راهم يضربوا به المثل في الاحترافيه حتى احتر... احترافيه ما هدر مع مدرب ما قال المدرب ما تلعبنيش ما قال له علاه ما قال له مين ارتيتا جايبها موراه ارتيتا اللي راح دار له كيما هكا خساره كبيره وين ارتيتا راح لنا خساره كبيره شوف كيفاش زاد شكر المدرب شكر ماني وقال له اسمح لي ما جيتي كنت مر عندي ارتباطات مع النادي تاعي نصف نهائي يعني كاين واد الامور ما شاء الله ما شاء الله شو ما داش تيد دي بصح دير حدث وين اكد الصحفي لموقع جول العالمي صام لي ان رياض محرز يعتبر النجم الاول حاليا في مانشستر سيتي بعد تالقه الكبير ويصرح الصحفي قائلا ان رياض محرز قدم درس في الاحترافيه لبيب غوارديولا وبرهن له انه لاعب يعتمد عليه يعني واوضح الصحفي قائلا محرز لم ينهار لانه يملك شخصية قوية وكبيرة رغم التهميش الذي تعرض له في السابق وأضاف غوارديولا يراه الآن أحد ركائز مانشستر سيتي وهو يقدم مستويات كبيرة وأنقذ أنقذ المنتخب النادي مانشستر سيتي من عدة مرات من الهزائم من تعادلات وأنقذ غوارديولا من الهجوم تاع الصحافه على غوارديولا والانصار وكل شيء انقاذ شحال من خطا عمليه انقاذ شحال من خطا عمليه انقاذ ميت ناجر. محرز ميت ناجير والله لا ميت ناجير محرزه محرز ميت ناجير ما شتوش الديخيه كي له ولا جابلو الاغنيه تاع عومي يا شيخ عومي دالو له اغنيه قديمه هذه حبيبتي عوامه وديما هذه بالك في ال... بالك في التسعين واحد وتسعين هذا الشونتير خرجها هو من مزغران، مدينة مزغران ولاية مستغالب. حبيبتي عوامة. حبيبتي فكرتها صور مليح. حبيبتي عوامة. تالو غنية تاع حبيبتي عوامة. مشي مليون. رياض محرز لعاب، مشي مليون. رياض محرز فنان، مشي مليون. نشكر السيد الحاج محمد راوراو اللي جاب لنا هذا اللعاب. طار به، قدامنا يطيروا به. طار قدام قدامنا يطيرو بيه باش تعرفوا خيارات تاع شو شو نقول الحاج دخل في الحديث الحاج محمد راو, راو جاب اللعابه اللي جابهم مازالوا يلعبوا مازلنا صايبينهم لعبة اللي جابهم مازلنا نلعبوا مازالوا يلعبوا واللي هدر عليهم ماجر وبشيخ وبو حنيكه والصحافه اللي هدروا عليهم ويراهم او او لالجيري. الله يرحمك ابو ضياف ولا الجيري وين راهي رايحه وين راهم قولوا لنا وين اللي عليهم وين راهم واللي جابهم الحاج مازلنا لا صايبين لهم وجاب جابوا لنا كوب دافريك مشيعيننا باش ندخلكم الحاج محمد العمل اللي خدمو تاع رياض محرز ديجا شو رياض محرز ربي نعم علينا برياض محرز ربي جاب لنا هديه طاحت علينا من السماء عليكم اي استغلوا وي اي سكتوا عليا بالشيخ وسكتوا عليا ما تراكم اي العفو هذا هو رياض محرز تحيه الجزائر